أكثر من أسبوعين قضت والأجواء الحارة لا زالت تكتسح مدن حضرموت في حالة مناخية ربما تكون الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة. أشهر الصيف بحضرموت، وإن كانت تعرف بارتفاع درجات الحرارة فيها إلا أنها هذا العام تشهد زيادة غير معهودة تجاوزت في بعض مناطق هذه المحافظة 40 درجة مئوية. الأجواء في هذه الأيام في مدينة المكلا بشكل عام خاص وفي محافظة حضرموت بشكل عام حار جدا بسبب دخول فصل الصيف بسبب الأمطار السابقة التي جاءت والآن تأثيراتها المتبقية. دخلنا فصل الصيف والأجواء من قبل الصيف وهي في حرارة متزايدة في الصيف مبكر. طبعا هذه الأجواء صارت لا تطاق بالنسبة للمواطن والساكن مدينة المكلا. الزيادة القياسية في حرارة الجو ونسبة الرطوبة شكل عبئاً إضافياً على سلطات الكهرباء بالمحافظة الساحلية، ففي حين يشكو سكان العاصمة المكلا من انقطاعات الكهرباء عن منازلهم لنحو 9 ساعات في اليوم جراء نقص إمدادات الوقود ومحدودية الطاقة المنتجة، فإن ارتفاع معدلات الحرارة تسبب في تعطيل بعض مولدات إنتاج الطاقة بمحطات الكهرباء. هذا السنة أنا أقول يعني أزيد سنة بالحمى، والنازل قد أكثرهم بالشوارع بسبب الحمى هذا، يعني ضروري أنهم يوفرون الكهرباء. إحنا يعني شغالين بمخبز والحمى بالمخابز مرة، لأنه داخل يشتغل العمال وخارج الطابونة، يجي الحمى من خارج الطابونة الحمى أن العمال ضاقوا وأكثرهم يذوقوا، إحنا أكثر الناس يدوروا عمال والعمال ما يرضوش بسبب الحمى. وأدى ارتفاع مستويات حرارة الهواء بالسلطات المحلية لتغيير مواعيد عمل عمال النظافة وتقليص فترات عملهم خلال ساعات النهار حرصا على سلامتهم من التأثر بأشعة الشمس الحارة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعجز الكثير من السكان عن تشغيل أجهزة التكييف والتبريد بصورة دائمة لإنهاء معاناتهم جراء انقطاعات التيار الكهربائي، غدت هذه السواحل بمثابة ملجأ ولو كان مؤقتا للهاربين من حرارة هذا الجو التي باتت لا تطاق. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.